توقع انت بتسلمني يعني انت لا هو هو كان مركز معاك. لا 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 اهو سرحت. لا صح اصل بيني وبينك مش مستاهل مش مستاهله يعني هو فيها صح ايوه عاديه سقف التوقعات. لا فيها كام احكمه احكمه 20 ريال 20 ريال اه تشكر خلاص بقى هتزود ما خلاص 20 ريال الانجليزي عندنا في على القهوه على طول بمعاويره بعدين على القهوه 50 دولار مش لسه جاي الله 50 دولار لا خليها بالريال احنا في السعوديه طالب كابتشينو وعايز 50 دولار مش عارف ولا في ايه. طب 20 ريال عندك و20 ريال عنده عشان الكابتشينو. لا عشان الشر. والانجليزي الغلطه على القهوه ب 20 ريال ماشي. احنا بنعلي التوقعات جدا ايوه لان الاهتمام بيبقى عالي جدا ماشي. وحجم النجوم بيبقى عالي جدا بس في حسابات المدربين الموضوع بيبقى مختلف. هو في الاخر بيلعب على الطوله فمش هيبقى جاي يعمل شو على قد ما هو جاي عايز يعدي بالمباراه. لكن في رايي انا ان المباراه دي معطياتها مختلفه شويه. المباراه الاولانيه كانت اول مباراه لجوزيه جوميز مع الزمالك قدام الاهلي. كولر كان عايز يكسب الكاس لانه ما كانش كسبه فكان ليها حسابات مختلفه. النهارده احنا بنلعب سوبر افريقي وبمناسبه السوبر الافريقي والتقديمه اللي انت بتقولها والكلام اللي قد يتقال عز بيقول لك الناس تقول بتعلن الحرب والنجوم والاهتمام يا جماعه دي مباراه تتكرر كل 30 سنه حرفيا مش صحيح. يعني مش مجازا هي اتلعبت 94 2024 وبعدين هي مش هي مش فكره بنعلن حرب احنا بنبسط الناس بالظبط. هو التعليق هو التعليق اللي كتب لي على تويتر ابراهيم بيعلن الحرب. هو مش هو هي مش فكره كده مش كده ويلا يا جماعه نتبسط بقى كلنا عشان احنا مش عارفين دي احنا هنعيشها تاني امتى بالظبط. هي دي ليه بقى لانها كل 30 سنه هي كل 30 سنه حرفيا يعني هي دوره حياه مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك 30 سنه 94 2024 فانت لازم تهتم بالمباراه دي بقدر الاهلي والزمالك وبالقيمه ودي الحقيقه. هو ده اللي حاصل النهارده ان انت تجيب عين مختلفه زي ريكاردو كاكا ان انت تجيب عين مختلفه زي باتريك فييرا حتى لو هو مش متابع جيد للاهلي والزمالك لكن هيجي يشوف الاهلي والزمالك وهيبقى جاي عارف انه بيتفرج على الاهلي والزمالك فهيقدر ان هو يبص بعين مش عايز اقول محايده لكن بعين مختلفه بوجهه نظر مختلفه غيرنا احنا. احنا في الاول وفي الاخر الاهلي والزمالك دول بتوعنا احنا عارفينهم وعارفين مفاتيحهم وعارفين مفاصيلهم. عشان كده نفسي الماتش يبقى حلو يبقى ممتع يبقى فيه كوره يبقى فيه جوان معطياته قد تكون مختلفه. انا بشوف ان انا حاسس ان المباراه دي هتكون افضل من مباراه الكاس صحيح من ناحيه الفرقتين. طيب عشان خاطر ما حدش يقول اسماء اللعيبه بصراحه ليه انا افتكرت موقف لزيزو المره النهائي الكاس مورينيو كان قاعد جنبه لزيزو لا ايوه طبعا افتكر فزيزو قاعد بيتفرج على الماتش فانا وهو بندردش الراجل ده هيعمل ايه الراجل ده هيعمل ايه فقال لي هو ممكن ينزل نيمار فلقيت مورينيو قال له لا سيد نيمار. ايوه بس عايز اقول لك على حاجه بس شويه في نقطه بس الاهلي ممكن ينزل نيدفيد بس